حياكم الله مشاهدينا من جديد، مستمرين معاكم في آخر فقراتنا. مشاهدينا، تعتبر المطالعة جسر العبور إلى عالم المعرفة الذي يوسع آفاق الطفل ويساعده في التعرف على البيئة المحيطة به. حديقة الصغيرة مشروع يجمع ما بين القراءة، الملاحظة وحب الاستكشاف. يتعرف الطفل من خلاله على عملية الزراعة بأسلوب شيق. يسعدنا مشاهدينا نستضيف صاحبة المشروع الحائزة على براءة اختراع، الأستاذة غيداء عبد الله الجريفاني، مستشارة تطوير موارد بشرية ومدربة مشاريع صغيرة. صباحك خير، حياك الله. صباحكم خير، شكرا على استضافتي. حياك الله معنا في صباح الشارقة. أستاذ، نتكلم في البداية عن هذا المشروع الجميل وندخل في تفاصيل أكثر. مشروع حديقتي الصغيرة. هو مشروع حديقتي الصغيرة كانت فكرة لتغيير نمط التعليم من التلقين إلى المشاركة الحسية. جميل. بالإضافة إلى أنه هو ينشط فصي الدماغ الأيمن والأيسر. الطفل اعتيادي أنه لما يلمس الأشياء يحب يستكشف. نعم صحيح. فلما يكون هذا العلبة وضعنا فيها أنه المواد الطبيعية اللي تنمي القدرات اللفظية كذلك عند الطفل. فلما لما يقرأ مثلا الطفل تربة أو رمل أو أي كلمات، هذه حتزيد من مفرداته. بالإضافة أنه لما يلمسها بيده حيكون يعرف اللفظ مع المادة. الشغلة الأخرى، استخدمنا الحصى الطبيعي، التربة الطبيعية. حلو. البذور هنا بهذه العبوة، بالإضافة إلى القصة. نعم. القصة طبعا باللغة العربية والإنجليزية. يلون الطفل ويقرأ. فلما يلون حينشط فص الدماغ الأيمن. نعم. بالقراءة حينشط فص الدماغ الأيسر. لما يلمس بالحواس حترسخ المعلومة عنده أكثر. بشوف الكتاب. هذا عبارة عن دفتر تلوين، احنا نقدر نقول عنه هو ولا قصة وتلوين. الصغيرة قصة وتلوين في نفس الوقت، بحيث انه يعني ينمي مواهبه في التلوين في نفس الوقت يستفيد من القصة. هنا هذا الدفتر. نعم. يعني هنا يلون الطفل في نفس الوقت يقرا هذه القصة. يعني هنا عبارات مكتوبة في بداية القصة، هي طريقة العمل موجودة بالقصة، يعني أفكار مبتكرة. والدفتر بروحه، الألوان الموجودة فيه بروحها تحفز الطفل على القراءة وتحفز الطفل على أنه يلون، بما أن الأطفال يعني يحبون هذه سوالف التلوين ويحبون الأشياء العملية، ففكرة جميلة. بالإضافة إلى هذا، نفس القصة إحنا يعني إحنا ما نبغى بس الطفل يقرأ، نبغى أنه نشجعه على البحث. حلو. والملاحظة. جميل. ويكتب الاستنتاج. فكانت في نهاية القصة موجودة أنه كل يوم إيش عمل، إيش عمل الطفل. هل باليوم الأول مثلا فرش الحصى والتربة والبذور، اليوم الثاني صار عنده انفلاق للبذرة فشاف إيش انفلاق البذرة. أيوة. من وين يتكون الأكل اللي ناكله. نعم صح. فبالتالي يتحمل مسؤولية. جميل. لمنتج، وكذلك يعزز الإنجاز عنده. نعم صح. يعني كل لما يجي والده أو وكمان يخلي حوار ما بين الأهل. نعم. والطفل، والله أنا عملت كذا عملت كذا. لما تنمو الزرعة عنده رح يكون يقص ويأكل من عندها، لأن نبتة الجرجير. نعم. اخترناها لنموها السريع. والطفل خلال 4 أيام تكون عنده نبتة كاملة. نبتة. ويتحمس كذا يشوف. بالضبط. في نتائج. بالضبط. يعني. وبالإضافة إلى هذا، هو حيتعلم، هو داعم إلى مادة العلوم في صفوف الابتدائي. حلو. يعني يعرف طريقة زرع النبتة، كيف الاهتمام فيها، مكونات الأرض اللي هو الحصى والتربة وإلى آخره. إنه الأرض فيها طبقات. حتى المسميات هذه. نعم. يعني يتعلمها بطريقة وايد حلوة. لما تقول له طبقات في الأرض، هو يشوف طبقة الطفل طبقة واحدة. صح. فالإدراك حقه ما يوصل إلى شيء آخر، لكن لما يفرشها بيده الحصى والتربة والبذور ويشوف نموها، ما شاء الله، رح يصير في نوع من الارتباط مع الطبيعة. صحيح. يحافظ على البيئة، رح يتكون عنده حس المسؤولية. نعم. لا مستقبل، إنه أنا أنشئ مشروعي.
جميل. فهذه يعني ما شاء الله عليك استاذه غيداء، حصلتي على براءه اختراع في هذا المشروع. نعم. فكيف جت الفكره؟ دائما احنا نقول الحاجه هي ام الاختراع. بالضبط. فكيف جت الفكره وكيف بديتي؟ هي صراحة أنا كوني كمدربة مشاريع صغيرة، نعم. لاحظت الكبار أنه لما تضيف نوع من اللعب أثناء التدريب تكون المعلومة توصلهم أكثر. صح. فما بالك بالأطفال. صحيح. الأطفال هم أصلا عشان تنمي قدراتهم الذهنية والحسية حتكون بالبداية اللعب، اللعب هو اكتشاف قدراتهم. لما تشوفي طفل يلعب مثلا بالميكانو أو يلعب بالزراعة أو هنا حتتبلور عنده حس الإبداع. جميل. واختيار المسار، هل هو يحب الأشياء العملية؟ أنت تقدري كأم تكتشفي الطفل إذا كان يحب الأشياء الملموسة. حلو. أو الذهنية، كل هذه حتكتشفيها كأم أو كمدرسة من خلال الألعاب اللي يلعبها الطفل. صح. يقول يعني الرسم والألعاب هم أقرب دليل للمسؤول عن الطفل هذا، سواء كان منزلي أو في المدرسة، تفكيره، بدأ قدرته، تعبيره عن شخصيته، عن هذه. بالضبط. نعم بالضبط. وبالإضافة إلى هذا، كثير من الدراسات أنه تحسين السلوك. صح. من خلال الرسم. الرسم. نعم. تحسين السلوك من خلال الزراعة، تحسين يعني كل التلوين. هذه الأشياء، كل هذه الأشياء تحسن سلوك الطفل. جميل. أستاذ، نتكلم عن الفئة المستهدفة لهذا المشروع، يعني أعمار الأطفال من إلى؟ العمر من 4 سنوات إلى 9 سنوات، اللي هو يخدم اللي قبل الصفوف الابتدائي. نعم. زائدا مرحلة الابتدائي، مادة العلوم إذا تذكروا قبل كان صحن وقطن، بس هذا لا يحاكي الحقيقة والواقع. نعم. لكن بهذا النموذج يلمس الأشياء الحقيقية. نعم. فما يصير عنده تضارب بالأفكار. صح. الشيء الآخر حيتكون هنا البخار. حلو. لما تقول لأنه الجو في بخار. صحيح. وما يشوف البخار في الجو، لكن هنا هو سجل كنموذج قيمي، يشوف البخار يعني، حيشوف البخار، حيشوف كيف تكون المطر. نعم. حيشوف الجذور، عملناها شفافة، حيشوف الجذور. لما تيجي تقول له والله الطفل النبتة لها جذور ولازم احنا يعني النبتة تاخذ الأكل أو الغذاء من الجذور، هو ما يشوفها. ايش قاعدين يتكلموا هذول بأي منطق؟ لكن لما تشرح لي اياه بشيء واقع ملموس، يستخدم حاسة النظر، حاسة الشم لما يحس الموية على التراب. نعم. رح يحط يلمس الحاجة، كل هذه الحواس اشتغلت مع بعض، بالإضافة إلى أنه العضلات لما تستخدمها، يعني عضلة الذراع الطفل احنا عملناها بمستوى اللي تكون محمولة للطفل. نعم. حلو. بحيث انه يكون سهل الاستخدام ويقدر. بالضبط. يحملها ويتابع حتى شغله يعني. يعني اهم شيء انه هو يدون مراحل وملاحظته عشان بالنتيجة يبتدي يكتب النتائج. صح. او يبتدي الطفل يلاحظ الاشياء وكيف استخدمها، فتحرك عنده. هي بس نراوي المشاهدين شوي كيف الطفل ممكن يدون. حلو. طفل في عمر 4 سنوات في الروضة ممكن أن يسوي هذه الشغلات، هذه الأمور اللي ممكن يتعلم من خلالها في المستقبل على أشياء كثيرة ومهارات كثيرة. صحيح. يعني يتعلم المتابعة، الملاحظة، حتى الكتابة. الكتابة، يمارس الكتابة اللي تعلمها، زائدا البحث. نعم. تنمي عنده طرق البحث. نعم. جميل. نتكلم عن هذا الكتاب بشكل، هي قصة واحدة ولا في أكثر من قصة؟ هو هذا مشروع. مشروع. في تلي مشاريع أخرى. مشاريع. اللي أنا قاعد أحاول أن تكون يعني مع المناهج الدراسية. اللي ترجم المنهج الدراسي أحيانا كثيرة، وحتى كذلك بالنسبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة. خاصة. يعني أنا كمان شفت أنه الناس اللي عندهم داون سيندروم، اللي عندهم الإعاقة. نعم. مثلا ينبسطوا فيها، وكذلك تنمي عندهم الإحساس باليد، تنشط في الصيد دماغ. كل هذه مفيدة. كذلك التعامل مع الزرع، بالإضافة أنه يشوف الإنتاج حقه ويشوف. يعني حلو بداية المشروع، بذرة المشروع تتكلم عن شيء من البيئة، من المحيط، وهو الأقرب يعني إلى الإنسان. إلى الإنسان. يعني المشروع الآخر راح يكون في نفس الإطار،
ولا راح يعني يكون هو احنا عندي يعني انا 4 اختراعات. هي. نعم. ما شاء الله. في منها للكبار الشباب. حلو. وفي منها للصغار. جميل. وقاعد احاول اني انا اعمل مسيره يعني من الصغير. هي. كيف يوصل الى انه يبني مشروعه. حلو. هو الخاص فيه. حلو. فعندي واحد بالصناعه. هي. انه ابتدي اعلم الاطفال انه كيف ايش هي الصناعه. ما شاء الله. الى ان عندي برنامج اللي هو بذور الصناعه او كتاب اسمه بذور الصناعه يعلم الشباب الخوض في مجالات الصناعه. فابتدي من الصغير اعطيه المعلومات. نعم. وبالكبير هو راح يبتدي مشروعه الكامل. ما شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. استاذه غيداء عبد الله الجريفاني على هذه المعلومات القيمه المفيده. نحن شاكرين لك تواجدك معنا ونحن نتمنى لك التوفيق اكيد في مشاريعك ومنها مشروع حديقتي الصغيره. عجبني هذا المشروع واسم هذا المشروع لان الطفل يحب يمتلك الشيء فيمتلك. صحيح. يمتلك حديقه في هذا العمر فهذا الشيء يفرح يعني. نحن نشكرك على هذه الجهود اللي تبذلينها اكيد في مجال تعليم الاطفال بطرق مبتكره. شكرا لك. اذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير مره اخرى للاستاذه غيداء عبد الله الجريفاني على هذه المعلومات القيمه والمفيده. مشاهدينا كانت هذه نهايه فقراتنا، نهايه حلقتنا، على امل ان نلقاكم ان شاء الله باكر في نفس التوقيت. فمان الله.